هاو تو داونلود ا فايل فروم دكتور خالد ابو الفضل فيسيولوجي سايت. ازاي اقوم بتحميل ملف من موقع الدكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل الطبي فيسيولوجي بمنتهى السهوله. لازم اكون عضو الاول في هذا الموقع او هذا المنتدى، والتسجيل مجاني. لازم يكون لي ايميل بدخل به واعمل ريجستريشن تسجيل مجاني واكتب باسورد. هاي يبعت لي رساله على الموقع على الميل بتاعي على الايميل بتاعي، ااكد التسجيل في الموقع، يبقى كده انا سجلت والتسجيل مجاني زي ما بقول ما بياخدش وقت. بعد كده بدخل للموقع وبروح على المحاضره اللي انا عايز احملها. ركز، انا ليكن عايز احمل مثلا موضوع هيبرستاتيك انديفرنت بوينت. اول ما سجلت في الموقع ولقيت ان انا خلاص بقيت عضو، هتلاقي انا مسجل دلوقتي في الموقع اهوت، هقوم رايح هلاقي الرابط بتاع الموضوع اكتف بالشكل ده، هعمل كليك عليه واشوف ايه اللي هيحصل. عملت كليك عليه فتح لي رابط في تاب جديد وهيديني يقول لي الرجاء الانتظار. هستنى، هيعد عداد 5 ثواني، ثانيتين، واحد، واقوم تخطى الاعلان. هضغط كليك بالشكل ده، اداني رابط، هشيل الحاجات، هلاقي فيه ممكن تيجي اعلانات او شيء، جاب لي صفحه ديت هستنى هيحولني بعد كده لرابط الموضوع على الميديا فاير. بدا يحولني فعلا على رابط الموضوع على الميديا فاير. دلوقتي انا بقيت جالي الدايركت لينك بالشكل ده، هقوم عامل كليك بالشكل ده، جاب لي الرابط بالشكل ده، اقول له ستارت داونلود، وكده انا اكون حملت الموضوع.